مشاهدينا مشاهدي مجموعة قنوات اون تايم سبورتس، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات طوكيو 2020. هنتكلم في هذا البرنامج على مدار حلقاتنا، كلمنا كتير عن تفاصيل دورة الألعاب الأولمبية قبل كده، وفي هذه الفترة بنتكلم عن دورة الألعاب البارالمبية إن شاء الله. في هذه الحلقة نتكلم كمان عن أخبار بعثتنا المشاركة، وده قبل 48 ساعة من ختام هذه الدورة، دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020. زي ما حضراتكم أيضا اتعودتكم، نتكلم عن كل الأخبار العالمية في هذه الدورة البارالمبية، نتكلم أيضا عن جدول ترتيب الميداليات بقى شكله إزاي، وبقى مين في الصدارة، وأيضا موقف بلدنا الحبيبة مصر في هذه الدورة البارالمبية. كل ده هتتابعوه معنا في حلقتنا النهاردة من طوكيو 2020. خلال الفترة الماضية سمعنا مصطلحات كتيرة، لعل أبرزها كان الجيل الثاني أو تواصل الأجيال أو شباب الغد. كل دي مصطلحات الحقيقة بدأنا نسمعها ونرددها خلال الفترة الماضية عن المصطلحات اللي موجودة في الرياضة المصرية. الحقيقة لازم دلوقتي نبص على مصر في الألعاب البارالمبية. الحقيقة مصر بدأت أنها تأهل أجيال عشان عملية الجيل الثاني وتواصل الأجيال أو شباب الغد أو كل المصطلحات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي نفضل نرددها في الرياضة المصرية. والحقيقة من سنين كتيرة جدا سمعنا نفس الكلام، ولكن إيه اللي بيحصل على الأرض الواقع؟ هنلاقي أن مفيش حاجة بتحصل أو مفيش حاجة ماشية بالصدفة. لازم مصر في الألعاب البارالمبية بصفتها دولة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا كمان، وليها تصنيف عالمي في الألعاب البارالمبية، لازم يكون عندها خطط عشان نبدأ نطبق المصطلحات اللي أنا قلت لحضراتكم عليها لما يكون عندنا جيل تاني أو شباب الغد. فبالتالي المصطلح ده يكون بيتعمل فعلا عشان يكون عندنا لخطة موجودة ومتوازنة. الحقيقة مصر ليها تصنيف زي ما قلت لحضراتكم دولي جيد في الألعاب البارالمبية، وليها كمان ثقل دولي رائع في كل المشاركات اللي قبل كده. دايما بنحقق ميداليات كتيرة جدا بكل ألوانها، سواء ذهب أو فضة أو برونز، ودايما بيكون عندنا جيل أول من اللاعبين الكبار، والجيل ده كمان بيكون بيشارك معاه عدد من اللاعبين الصغيرين اللي بيبدأوا ان هم يكسبوا الخبرات البارالمبية. وحتى على صعيد الدورات الأولمبية نفس الموضوع، جيل بيسلم جيل، ودايما بيكون عندنا جيل تاني وجيل تالت كمان بنبدأ ان احنا نعدهم، ولاعبين بيكونوا صغار في السن في بعض الألعاب، بيكون عمرهم في حدود أوائل العشرينات. ومن هنا بنقول ان احنا بالفعل كمصر وكدولة رياضية كبيرة جدا في الشرق الأوسط أو في إفريقيا بدأ يكون عندنا راية، والجيل بيستلم هذه الراية من الجيل المتفوق اوريدي في بعض الألعاب أو عندنا تفوق فيها. فبالتالي الخبرات بتنتقل من جيل إلى جيل، وده الحال في كل المجالات مش بس في الرياضة. دايما أي مجال حابين إن احنا نتفوق فيه دي سنة الحياة، وده اللي لازم إن احنا دايما نعمله. طيب نبص على مصر وبعثتنا المصرية اللي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية. هنبص شوية على معدل الأعمار، هنلاقي إن في لعيبة كتيرة جدا تخطوا حاجز 30 عام. تمام، ده مش مشكلة، ولازم نعتبر ان دول ابطال، ولازم نعامل النجوم دول على ان هم حققوا كتير لمصر في الدورات السابقه. لان لما نقول لاعب عنده 30 عام فمعناه ان هو اشترك على الاقل في 3 دورات اولمبيه او بارالمبيه، بحكم ان هذه الدورات بتاتي كل 4 سنوات. يعني لو كان عمره 24 او في اوائل العشرينات لو اشترك في اول دوره اولمبيه، فبالتالي الدوره الاولمبيه الثانيه بتكون مثلا 28 عام، فبالتالي الدوره الاولمبيه الثالثه. وده موجود حال لاعبين كتيره جدا زي شريف عثمان، واحد من النجوم اللي موجودين عندنا في رفع الاثقال، فاطمه عمر ايضا واحده من البطلات اللي بيشاركوا في هذه الدورات الاولمبيه منذ لندن 2012، بعد كده دخلوا على ريو دي جانيرو 2016، وهنا احنا دلوقتي وصلنا لطوكيو 2020. طيب لما نيجي نقيم هؤلاء اللاعبين وهذه الاجيال في هذه الدوره الاولمبيه، طبيعي جدا ان الكيرف بتاع هؤلاء اللاعبين يبدأ ينزل بمعدلات كتيرة جدا في الرياضة معروفة. نبدأ الواحد لما بيكبر في السن معدلات اللياقة البدنية بتقل، قدرة الاستيعاب والاستحمال في هذه الرياضة أيضا بيقل. فبالتالي احنا لازم يكون عندنا عدد من الأجيال اللي بتبدأ تسلم الراية. ما ينفعش ان احنا نكون في هذه الدورة البارالمبية عندنا عدد من اللاعبين كلهم تخطوا حاجز 30 عام، لازم يكون عندنا لاعبين جدد بيشاركوا لأول مرة في دورات الألعاب البارالمبية. ده اللي احنا بنأمله، لان ده هيكون ان شاء الله في صالح الرياضة. الحقيقة في بعض اللاعبين نجح في تحقيق ميداليات ذهب، وفي لاعبين ايضا قدروا يحققوا الميداليات الاخرى سواء الفضية او الميدالية البرونزية، ولكن كل ده لسه بنقوله لانه بيشاركوا لأول مرة او تاني مرة. الحقيقة مش معقولة
ان احنا هنفضل واقفين عند نفس الاسماء طول السنوات الماضيه. مش معقوله ان احنا ما يكونش عندنا لاعبين صغيرين نبدا نعتمد عليهم في الالعاب اللي احنا دائما متفوقين فيها، الرياضه زي رياضه رفع الاثقال او العاب القوى. في العاب تانية ايضا لازم يكون عندنا خطط ليها مستقبليه، لازم من دلوقتي عندنا فرصه حتى باريس ان شاء الله 2024 نبدا نعد، يكون عندنا اجيال جديده، اجيال بتشارك لاول مره في دورات بارالمبيه او حتى اولمبيه، وهذه الاجيال يكون عندها ان شاء الله طموح، ممكن يكون عنده طموح اكتساب الخبرات في اول دوره بيشارك فيها في حياته، يبدا انه بعد كده يدخل على مرحله النضج الرياضي، يبدا بعد كده في عمليه ان هو يشوف مستواه فين من اللاعبين اللي بيشارك فيهم. من هنا دي الخطط، ما ينفعش حد يبدا في اي مجال ويقول انا خلاص انا كده متفوق او خلاص هكسب ميداليه، لا، لازم دايما يكون في دراسه، لان الدراسات دي صممت وبدات في الرياضه او الحياه العامه بشكل عام عشان نبدا الانسان يخطط لحياته، ودي سنه الحياه دايما، اي حد بيخطط لازم بينجح ولازم بيوصل. فبالتالي احنا بنطالب بالتخطيط من دلوقتي، بنطالب ان احنا في الدورات الالعاب البارالمبيه او الاولمبيه القادمه ان شاء الله محتاجين ان احنا يكون عندنا نظره جديده، نظره تتواكب مع الامكانيات الكبيره اللي بيتم توفيرها للنشاط الرياضي في مصر. عندنا امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، بنحاول ان احنا نمزج هذه الامكانيات باذن الله في صالح الرياضه المصريه. وخلال الفتره الماضيه في كل البرامج اللي بنبثها لحضراتكم كان في تصريحات لبعض المسؤولين في اللجان البارالمبيه المصريه، شفنا خلال الايام الماضيه ايضا ان في اجيال جديده، في شباب واعده، لازم بقى دلوقتي نركز مع هؤلاء الشباب، لازم يبداوا ان هم ياخدوا فرصتهم، لازم نعتمد عليهم في الفتره القادمه عشان نبدا ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليات لمصر، وان شاء الله يكون ده في صالح الرياضه المصريه اللي احنا بنامل دائما ان احنا نكون رائدين في القاره الافريقيه، بنامل دائما لما تيجي سيرتنا في الدورات العربيه نكون ايضا متفوقين، لما أيضا تيجي سيرة مصر في كل المحافل الدولية سواء البطولات القارية أو البطولات الأولمبية دايما يكون إن شاء الله اسم مصر موجود ومرفوع دائما، وعلم مصر دائما موجود في كل المحافل الدولية. في النهاية كلامي أكيد لحضراتكم وللمسؤولين في الرياضة المصرية إن ده يكون إن شاء الله الخير لبلدنا الحبيبة، ودايما مصر يظل اسمها موجود وبشكل مستمر في الرياضة العالمية. واحد من أبطالنا في هذه الدورة البارالمبية طوكيو 2020 محمد الزيات لاعب المنتخب الوطني للبارا تايكوندو حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات وزن 61 كيلو جرام، وبكده بيضيف الميدالية السابعة لمصر. الزيات زي ما حضراتكم تابعتوا توج بالميدالية الفضية، وده بعد الفوز على لاعب منتخب روسيا. الحقيقة الفوز ده كان بقرار من الحكم رغم إصابة بطل منتخبنا، الحكم اعتبر أن اللاعب الروسي تعمد إصابة لاعب منتخبنا الوطني في المباراة محمد الزيات، وده اللي دفع الحكم لإنهاء المباراة واحتساب فوز الزيات، وبعد كده تم نقله للمستشفى للإطمئنان عليه وعلى حالته الصحية. طبعا حضراتكم عارفين أن الزيات كان وصل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على بطل فرنسا بوجبا كونج، وكان بنتيجة 20-10، وده كان في منافسات الدور ربع النهائي. الحقيقة كان لنا لقاء أو تصريحات مع كابتن هاني علي مدرب بطلنا محمد الزيات، اتكلم عن حجم الإصابة وهيحاول أن هو أكيد يطمننا على بطلنا البارالمبي. تعالوا نشوف هيقول إيه ونرجع نكمل تاني مع حضراتكم. الحمد لله بعد ما خرجنا من الملعب توجه للمستشفى المركزي الموجودة هنا في الملاعب،
وحاليا اتحرك مع الدكتور للعيادات اللي هي الخاصه بالقريه الاولمبيه، وهم اتحركوا دلوقتي بعربيه سريعه. الضربه الخلفيه جت في منطقه الفك من هنا، فعنده الم شديد في منطقه الفك، في عظام الفك من تحت من اسفل مع منطقه الزور. طبعا اكيد هيبقى محتاج اكس راي بقى ونشوف الدنيا فيها ايه ما يوصل هناك ان شاء الله. الزيات من الناس الرجاله في الفتره الاخيره كان عنده اصرار ان هو عايز يحقق حاجه لنفسه والمصر طبعا، وخصوصا ان دي اول مشاركه لينا في البارالمبيك، فالحمد لله ربنا كرمه ووفقه يعني ان هو وصل للفاينل. بس للاسف زي ما حضرتك عارف مش هنقدر نلعب الفاينل نتيجه الاصابه، فالحمد لله ومبروك عليه السيلفر. الماتشات بالنسبه لزياد كانت كلها مهمه جدا، وكانت الاداء الفني فيها عالي، خصوصا ان كل اللعيبه اللي جايه تلعب كله جاي عايز عينه على الميداليه الذهبيه، فكله لازم بالبلدي كده مستقتل على الملعب. احنا كان في الماتشين الاولين، كان في الماتش الاولين كان مع بطل اسبانيا، بطل اسبانيا ده كان رانك 2 في كي 43، كان ماتش زي ما تابعناه خلص في الاخر 17 11 او 18 11 على ما اتذكر. طبعا هو في نهايه اليوم هيبقى في مرحله التتويج والوقوف على المنصات اللي بيتمناها اي لعيب، بس هو للاسف مش هيقدر يطلع، لان هو حاليا زي ما قلت لحضرتك هو توجه بعربيه لعيادات الخارجيه والمستشفى المركزي بتاعت القريه الاولمبيه. الحمد لله فاق عن اول ما كان واقع في الملعب، فايق نسبيا، بس طبعا هنبقى محتاج نعمل تشيك اب ونطمن عليه تماما. والله يا ربنا يسر، هي سلمى بكره ان شاء الله اول ماتش ليها او اول ماتش في افتتاح البطوله، بكره ان شاء الله هتلعب مع بطل جامايكا في دور ال 16. نتمنى لها التوفيق كله ان شاء الله، ونسال كل المصريين الدعاء اللي بنتهم سلمى بكره ربنا يكرمها ويوفقها كده. وهي برضك عندها اصرار من ساعه ما بدانا فترات المعسكر اللي فاتت ان هي عايزه تعمل حاجه في البارالمبيك ان شاء الله. دي كانت تصريحات المدرب الكابتن هاني علي مدرب منتخب مصر للبارا تايكوندو، وطمنا منه على حاله بطلنا البطل البارالمبي محمد الزيات. اكيد بنبارك له، اكيد بنطمن على صحته ان شاء الله في الحلقات او في الوقت القادم. بنبارك له مره ثانيه وبنبارك لبعثتنا بعد حصولنا على هذه الميداليه الفضيه. ننتقل لخبر ثاني والحديث عن منتخب مصر للكره الطائره جلوس، اللي انهى منافسات الدوره البارالمبيه بطوكيو 2020 بعد ما حصلوا على المركز الخامس، وده بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط. مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين منتخبي مصر وألمانيا الحقيقة كان فيها إثارة كبيرة جدا وندية بين كلا الفريقين. منتخبنا الوطني تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-23، بعدها في الشوط الثاني بيتعادل المنتخب الألماني بنتيجة 26-24، بعدها بيفوز طبعا دي النتيجة اللي تفوق بها المنتخب الألماني اللي تعادل كلا الفريقين في مجموع الأشواط 1-1. بعدها المنتخب المصري رجع من جديد في الشوط الثالث وتقدم في نتيجة الأشواط 2-1، وده بعد تغلبه في هذا الشوط بنتيجة 25-18. الشوط الرابع زي ما قلت لحضراتكم مباراة مثيرة جدا، المنتخب الألماني بيعود ويتعادل في نتيجة الأشواط 2-2، وده كان بعد تفوق على مصر 25-22. زي ما حضراتكم عارفين بعد التعادل في نتيجة الأشواط دايما لازم يكون في شوط فاصل في لعبة الكرة الطايرة. المنتخب المصري استطاع ان هو بعد الأداء الجيد في هذه الدورة البارالمبية ان هو يحسم نتيجة المباراة ويفوز في الشوط الخامس بنتيجة 15-8 عشان يتفوق في النهاية بعدد الأشواط 3-2. ده كان طبعا نتيجة هذه المباراة والحصول على المركز الخامس في هذه الدورة البارالمبية. بنبارك أيضا لأبطالنا أبطال منتخب الكرة الطائرة جلوس على تحقيق هذا الإنجاز، وأكيد كانت مباراة جيدة أمام المنتخب الألماني. ننتقل أيضا إلى خبر آخر، يعني نبدأ إن احنا نتكلم شوية عن الأخبار العربية والبعثات العربية اللي بتشارك. الحال البعثات العربية أيضا بتأدي بشكل جيد، منتخبات كتيرة جدا موجودة منهم المنتخب الجزائري. الحقيقة المنتخب الجزائري استطاع من خلال اللاعبة الجزائرية صفية جلال اللي توجت بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة. زي ما حضراتكم عارفين إن منافسات ألعاب القوى فيها عدد من اللعبات المختلفة سواء الجري أو المطرقة أو ألعاب الرمي بشكل عام أو ألعاب الوسب أيضا بشكل عام. اللاعبة الجزائرية تم تتويجها في المركز الأول والميدالية الذهبية بعد ما قدرت أنها تحتل المركز الأول بنتيجة 11 متر و29 سنتي. طبعا ده كان نتيجة رمي الجلة في هذه المنافسات. الميدالية دي هي تاسع ميدالية للبعثة الجزائرية في بارالمبياد طوكيو، لأن قبل كده توجت شيرين عبد القوي بذهبية الجودو واسكندر عثماني بذهبية 400 متر، وفاز أيضا اسكندر عثماني بفضية سباق 100 متر، وحصدت نسمة صافي فضية رمي القرص. ده بالإضافة إلى أربع ميداليات أخرى كانت من نصيب حسين بيتر في رفع الأثقال، وليندا حمري في الوثب الطويل، ومونيا جسمي في
رمي الجلة وليد فرحاح في رمي الجلة. دي كانت طبعا نتائج البعثة الجزائرية. الحقيقة البعثة الجزائرية حتى هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم في بارالمبياد طوكيو كانت مشاركة ب 56 لاعب ولاعبة استطاعوا أن هم مصنفين طبعا 35 لاعب والناس اللي بيشاركوا في هذه الدورة البارالمبية 21 لاعبة بيتنافسوا في كل الرياضات، رياضات زي ألعاب القوة لكرة الهدف للمكفوفين وأيضا الجودو ورفع الأثقال وكرة السلة على الكراسي المتحركة. بنتمنى كل التوفيق لبعثتنا العربية في هذه الدورة البارالمبية وبنبارك أيضا للبعثة الجزائرية على هذا الإنجاز حتى هذه اللحظة. ننتقل أيضا إلى خبر آخر عن بطلنا عبد الهادي اللي حصل على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال. الحقيقة كان ليه تصريحات، تعالوا نشوف هذه التصريحات ونرجع نكمل مع حضراتكم. ميدالية برونزية بالنسبة لهاني بطعم الذهب بعد عناء وتعب 5 سنين إصابة وعملية وحاجات كتيرة ووشك حلو علينا. كنت معايا انا يعني كنت انت معانا في البرازيل وفي حفل الافتتاح جيت قعدت جنبي قلت لي انت مكشر ليه وزعلان ليه وان شاء الله خير والمره اللي جايه وهتعمل. فالحمد لله كانت بشرة خير منك قبلها ب5 سنين. طبعا ميدالية عزيزه جدا عليا، بحب اشكر كل الناس اللي وقفت معايا من اول اللجنه البارالمبيه متمثله في الدكتوره حياة خطاب، زوجتي، أولادي، والدي، والدتي، صحابي كلهم، زمايلي في الفريق الحمد لله. وإن شاء الله دي تكون حطتني على التراك بتاع الذهب بتاع باريس إن شاء الله. أول حد كلمني طبعا زوجتي طبعا وولادي، هم أول ناس كلموني الحمد لله، وتباعا بقى والدي والدتي وإخواتي وزمايلي والحمد لله. كل دورة أو كل بطولة بتبقى أصعب من اللي قبلها، لازم شغل أكتر ولازم تركيز أكتر عشان تفضل محافظ على مكانك، الموضوع ما بقاش بالسهل خالص. فان شاء الله احنا نقدر برضو نحسن من نفسنا، نشتغل على نفسنا اكتر عشان نعمل ميداليات افضل وافضل ان شاء الله. لازم نحط في الحسبان ان الدوره البارالمبيه اللي جايه باريس 24 استثنائيه برضو. ليه؟ لان 3 سنين مش 4، فهو الاستعداد يعتبر بدا من النهارده عشان نقدر نعمل حاجه ان شاء الله. اول محطه لينا بعد شهرين ان شاء الله عندنا بطوله عالم في جورجيا في اخر 11، طبعا نستعد لها طبعا ان شاء الله. ناخد راحه، مش هنكمل 10 ايام واكيد هيبقى في معسكر مغلق استعدادا لبطوله العالم في جورجيا. دي اول محطه في الباسوي بتاع باريس 2024. فجيت امبارح انا بجيب المايوه اللبس التخصصي بتاعي فبحضره الصبح عشان احضره في الشنطه، فاتفاجئت انا بجيب المايوه في حاجه غريبه، في شوط كده خروشه في المايوه. بفتح المايوه لقيت ريتاج بنتي عامله لي ليتر جواب خطاب كده وكتبالي فيه حاجات جميله، وانت يعني كتبالي انت بابا بطل وانا مستنياك بالميداليه، وحطالي فيه بنبوني لزقهولي ورسمالي بار وحط على كل ناحيه من ناحيه من نواحي البار 200 كيلو 200 كيلو. وطبعا كان ليه اثر مفعول السحر زي ما بيقولوا بالنسبه لي ان انا الاقي حاجه زي كده من بنتي وان هي يعني متفاعلة معايا. ريتاج عندها 11 سنة ومالك عنده 7 سنين متفاعلين معايا، ربنا يخليهم لي يا رب واقدر افرحهم على طول يا رب ونفرح الناس كلها والشعب المصري. بندارك طبعا لبطلنا عبد الهادي او هاني عبد الهادي اللي حصد الميداليه البرونزيه في منافسات رفع الاثقال، واكيد يعني شفنا قد ايه بيتكلم على الاجواء اللي كان عايش فيها او ان موضوع ان بنته تبعت له رساله، اكيد ده تحفيز كبير جدا لكل اب ان هو في الاخر يقدر يشرف ابتداء من عائلته. واكيد احنا كمان بنتشرف باي انجاز انت بتحققه وكل الابطال اللي هناك اكيد بيشرفونا في كل المنافسات. عايزين نطمن اكتر على بعثتنا المصريه، البعثه البارالمبيه اللي بتشارك في بارالمبياد طوكيو، وده هيكون من خلال هذه المداخله الهاتفيه مع الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضه اللي هيكون معانا حاليا في هذه المداخله الهاتفيه من طوكيو مباشره. برحب بك يا فندم. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على المشاهدي القناه المحترمه، بنشكر حضرتك وبنبارك طبعا لبطلنا هنا. انا سمعت المداخله مع حضرتك وفعلا كانت اجواء كانت حاجه تسعد كل المصريين، وبنبارك لكل ابطالنا رفع الاثقال طبعا. والنهارده بطلنا محمد الزيات في تايكوندو كانت مباراه شرسه فعلا وكانت حاجه مشرفه لكل المصريين، وبنبارك لاسره التايكوندو والاتحاد المصري للتايكوندو واللجنه البارالمبيه المصريه وكل اعضاء البعثه معانا.
بالتأكيد، وأنا أيضا بضم صوتي لحضرتك، وأكيد بنبارك لكل الشعب المصري حتى هذه اللحظة تحقيق هذا الإنجاز، 7 ميداليات في هذه الدورة البارالمبية، أكيد شيء بيشرفنا وبيسعدنا. عايز أطمن من حضرتك في البداية عن حالة البعثة كلها بشكل عام، حالة الزيات حاليا، وأيضا كل الأمور الخاصة ببعثتنا المصرية البارالمبية. هو الزيات حالته كويسة الحمد لله، وما خرجوه كان في المستشفى، ولكن هو دلوقتي حالته أحسن وخرج، والحمد لله تم تتويجه على منصات التتويج، وبعدها كان في مع الدكتور الخاص بالبعثة الدكتور هاجد والدكتور سامح، واللجنة الطبية كلها بالكامل كانت موجودة معنا في المنافسات، وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل موجودين معنا، والكابتن محمود والكابتن هاني من اتحاد التايكوندو. فكل البعثة الحمد لله الأمور مستقرة، وعندنا بطلتنا سلمى هتلعب الصبح إن شاء الله تايكوندو، وعندنا يوسف في السباحة، وعندنا بطلنا في ألعاب القوى بكرة الساعة 11 بتوقيت اليابان قرص، فنتمنى لهم ان شاء الله المزيد من الميداليات بكره كده، ودعوات الشعب المصري ربنا يكرم ان شاء الله البعثه باذن الله. 48 ساعه بتفصلنا عن نهايه هذه الدوره البارالمبيه، متوقعين احنا ان شاء الله نزيد حصيلتنا في هذه الدوره البارالمبيه، ولا هنكتفي بعدد الميداليات اللي حقق حتى ان شاء الله؟ يعني نزيد الميداليات باذن الله خلال دعوات حضراتكم ودعوات الشعب المصري، ومزيد من التقدم باذن الله ليهم يعني. طيب اروح مع حضرتك لخبر عن اللجنه البارالمبيه والحديث عن واحد من اللاعبين اللي شرفونا، والحقيقه بس روح او فايبس يعني وطاقه ايجابيه كبيره جدا في العالم كله، وشفنا نجوم كبار جدا في كل العالم في كل اللعبات بداوا ان هم يعملوا له شير لمنصات التواصل الاجتماعي، والحديث دلوقتي عن اكيد واحد من نجوم بعثتنا البارالمبيه ابراهيم حمادتو، واحد من نجوم تنس الطاوله. شايف حضرتك تكريم اللجنه البارالمبيه ليه وان هو مرشح للحصول على جائزه البطل الملهم، ده بيعمل روح ازاي داخل البعثه البارالمبيه؟ وايضا يعني بالنسبة لإبراهيم، هل حضرتك اتكلمت معاه؟ عايز أعرف الأجواء وصدى الخبر وتأثيره على بعثتنا المصرية المشاركة. والله البعثة كلها حاجة مشرفة أن الكابتن إبراهيم حمادتو، وبقول لحضرتك كان الوحيد اللي بيلعب على الترابيزة الرئيسية، بقول لحضرتك جميع الوكالات والأخبار الصحفية في اليابان، يعني كان موجود معنا معالي السفير المصري في اليابان، وقال حاجة مشرفة أن كل اليابان بتتكلم على إبراهيم حمادتو، وكان موجود معانا في مباراة حمادتو الأخيرة، فبقول لحضرتك حاجة تسعد كل المصريين وتسعدنا طبعا إن موجود بطل مصري بهذا الشكل، وكل الإنجاز واللي تم يعني سواء بقى خسارة أو مكسب، ده بالنسبة لنا مكسب، إن كل الصحف العالمية والوكالات الأنباء وكلهم نفسهم أحاديث ولقاءات تلفزيونية مع حمادتو، فده حاجة مشرفة لينا، وكنا سعداء كلنا البعثة المصرية بالكامل موجودين معاه في الصالة أو في القرية الأولمبية، حاجة تسعد كل المصريين يعني. ومرشح زي ما حضرتك تفضلت وقلت لجائزة الملهم، وهتعلن هذه الجائزة في حفل الختام إن شاء الله. وبغض النظر خد الجائزة دي أو لا، بصراحة هو بطل وهو ملهم لكل الناس يعني، في أولهم أنا شخصيا الحقيقة يعني، ادانا طاقة إيجابية كبيرة جدا، وادانا يعني إن فعلا مفيش أي مستحيل، ولازم الواحد دايما يتحلى بالأمل، فبنحييه على اللي قدر إن هو يقدمه لنا ويقدمه للرياضة المصرية. عايز أنتقل مع حضرتك للحديث عن أيضا واحد من المنتخبات اللي شرفونا، منتخب الكرة الطائرة جلوس اللي أنهى مشواره في المركز الخامس، شايف إن دي نتيجة مرضية ولا كان ممكن هذا المنتخب يقدر إن هو يحقق نتيجة أفضل، ومش بعيد إنه كان ممكن يحصل على ميدالية؟ والله هو منافسات الكرة الطائرة كانت منافسات شرسة صراحة، بس المركز الخامس يعني أرضانا نوعا ما، كنا نتمنى لهم طبعا ميدالية، لأن هم كانوا في الدورة الأخيرة كانوا حاولوا المركز الثالث، فكنا عشمانين إن هم يحاولوا ميدالية، لكن المركز الخامس برضو بالنسبة لنا حاجة كويسة مش وحشة يعني. وكان موجود معانا الكابتن نائب حسنين نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والدكتور أشرف العجيل، والأستاذ رامي عبد الحميد، والأستاذ محمد يحيى في المنافسات، يعني بقول لحضرتك كانت حاجه شرسه جدا في منافسات الكره الطايره، فالمركز الخامس برضو يعني بنعتبره انجاز برضو للكره الطايره، وبنبارك لهم عليه، ونتمنى لهم يعني مزيد بقى من الانجاز في الدورات القادمه ان شاء الله باذن الله. طيب نطمن الساده المشاهدين في 48 ساعه المنافسات المتبقيه لبعثتنا البارالمبيه المصريه، ويعني نعرف كده ممكن مين اللاعبين بالاسماء، لو يا ريت حضرتك طبعا تقول للساده المشاهدين او اللي بيسمعوا حضرتك. عندنا مني بكره كده في العاب القوى كده نتمنى له ان شاء الله يعني نتمنى له ميداليه بكره باذن الله في القرص. وعندنا سلمى بطلتنا في التايكوندو طبعا، اول ميداليه في التايكوندو، واول مره يشاركوا التايكوندو في دوره اولمبيه ويحققوا ميداليه، فده انجاز لاسره التايكوندو سواء في مصر او في اي مكان يعني حاجه مشرفه. فعندنا سلمى بكره هتلعب بتايكوندو، عندنا في بطلنا في السباحه يوسف بكره عنده منافسه بكره، ف
يعني باذن الله دعواتكم ودعوات الشعب المصري ليهم كده بالتوفيق ان شاء الله. يعني باذن الله بعد انتهاء الدوره البارالمبيه هل تم تحديد عوده ابطالنا والبعثه المصريه الى القاهره، وهل في اي اجراءات ممكن نشوفها في استقبال هؤلاء الابطال ولا لا؟ طبعا البعثه ان شاء الله هتصل لمطار القاهره يوم 6 سبتمبر، وفي استقبال رسمي للبعثه حضور ان شاء الله معالي الوزير، هو متابع يوميا اتصالات تليفونيه من خلال الدكتور حياد خطاب، واتصالات يوميه معانا بتطمن على البعثه، وموجود معانا السفير المصري في اليابان والقنصل يوميا، وفي معظم المنافسات حضروا معانا، ففي استقبال ليهم ان شاء الله يوم 6 في مطار القاهره، وبعد كده هيتوجهوا للمركز الاولمبي في المعادي لعقد مؤتمر صحفي للبعثه بالكامل، بقى اللي يشرحوا بقى تفاصيل البعثه والانجاز اللي تم والميداليات، فيعني كل التوفيق ليهم، وفي انتظاركم طبعا في مطار القاهره يوم 6/9 ان شاء الله باذن الله. انا يعني في المقدمه الحقيقه يعني كنت تناولت احد المواضيع الهامه، ودايما عندنا مصطلحات في الرياضه المصريه زي الجيل الثاني او صناعه الابطال، هل يعني خلال الفتره القادمه ممكن نطمن ان احنا نشوف ان شاء الله تواصل الاجيال، وان جيل بيسلم جيل، وخصوصا في دوره الالعاب البارالمبيه او اللاعبين اللي بينشطوا في الرياضات البارالمبيه، هل ممكن ان شاء الله ممكن مع الوقت نشوف ابطال جدد وان شاء الله يتم الترويج للرياضات البارالمبيه بشكل جيد ولا لا؟ ده كنا بنتكلم فيه النهارده مع اعضاء مجلس اداره اللجنه البارالمبيه، ان احنا نفكر في الصف الثاني سواء بقى في رفع الاثقال، لان معظم اللعيبه سنهم كبر. في الكره الطايره كنا بنتكلم مع رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ان احنا نبدا نفكر في الصف الثاني. التايكوندو النهارده العدد برضه قليل، فبنتمنى لهم يعني ان هم يبداوا يفكروا في الصف الثاني من دلوقتي، لان الدوره اللي قادمه انت عارف خلاص 3 سنين، فمفيش وقت من دلوقتي، لازم نستعد ليها استعداد قوي، ولازم نفكر في الجيل الثاني بحيث نعدهم للدورة فيما بعد إن شاء الله بإذن الله. أخيرا قبل ما اختتم الحديث مع حضرتك، يعني الأجواء في اليابان وفي طوكيو تحديدا دلوقتي نجحوا في تنظيم واحدة من أكبر الأحداث الرياضية الدورة الأولمبية، بعد كده دلوقتي خلاص 48 ساعة متبقين على الدورة البارالمبية، في سعادة في اليابان بعد نجاحهم في هذا التحدي الأصعب خصوصا مع الظروف العالمية والصحية الخاصة بكوفيد 19 ولا لا؟ لا طبعا الناس هنا مبسوطة وشعب يعني منظم، والدورة نجحت الحمد لله، والإجراءات الاحترازية مطبقة على أعلى مستوى، كل يوم مسحة لجميع اللاعبين، مفيش لاعب بينزل المباراة من غير لما يكون مسلم نتيجة المسحة، كل المدربين والإداريين وجميع الأفراد الموجودين، فالإجراءات الاحترازية مطبقة على أعلى مستوى هنا، الناس مبسوطة في اليابان إن الدورة تم تنفيذها على أرض اليابان، كان حلم بالنسبة لهم، وده تم بعد استضافة مصر طبعا زي ما انت عارف لكأس العالم كرة اليد، وقدرة مصر على تنظيم هذه البطولة كانت صعبة في الوقت الحرج، فطبعا مصر الحمد لله نفذتها، فأصبح بالنسبة لكل الدول دلوقتي نجاح ان يتم تنفيذ مثل هذه الدورات في الوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه على الكوفيد. بالتأكيد دكتور عمرو، أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة الهاتفية، بنتمنى كل التوفيق لبعثتنا البارالمبية، وبنتمنى أكيد التوفيق للرياضة المصرية. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنكمل حديثنا مع حضراتكم عن هذه الدورة البارالمبية طوكيو 2020. بجد التعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي مجموعة قناة اون تايم سبورتس، لسه مستمرين مع حضراتكم في هذه الفقرة مع هذا البرنامج طوكيو 2020 اللي بنتكلم فيه عن كل الأحداث والأخبار الخاصة ببعثتنا المصرية البارالمبية اللي بتشارك في هذه الدورة البارالمبية طوكيو 2020، والحقيقة بتشرفنا وبنتمنى ليهم إن شاء الله المزيد والمزيد من الإنجازات. اتكلمنا عن كل اللعبات اللي بتشارك، اتكلمنا عن كرة الطائرة جلوس وتحقيقهم للمركز الخامس، وأيضا لعبة رفع الأثقال اللي قادرة إنها تحقق انجازات كبيره، وكنا اكيد بنتمنى مشاركه نفس هذه اللعبه اللي عندنا تفوق بشكل كبير جدا فيها ايضا في دوره الالعاب الاولمبيه، ولكن شاء القدر ان ما تشاركش في طوكيو 2020 في الدوره الاولمبيه، ولكن هي نفس اللعبه تعود للمشاركه ولكن في الدوره البارالمبيه عشان تحقق الانجازات المصريه اللي احنا دائما بنتوقعها من ابطالنا في لعبه رفع الاثقال. هؤلاء الابطال الحقيقه في واحده منهم اللاعبه رندا تانج الدين لاعبه رفع الاثقال اللي قدرت انها تحقق انجاز مصري. تعالوا نشوف تقرير عن هذه اللاعبه ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله انا الماتش كان صعب بالنسبه لي لان كان عندي اصابه بقالها شهر، وكنت بحاول ان انا اعمل رقم النهارده عشان اعمل ميداليه، بس الحمد لله انا راضيه بنصيب ربنا، ان شاء الله هستعد كويس جدا لباريس ان شاء الله، واحاول اعمل رقم كويس عشان اقدر انافس مع نيجيريا والصين، وان شاء الله هعمل ميداليه ان شاء الله ان شاء
شاء الله احاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ميداليه كويسه جدا في بطوله العالم عشان استعد لباريس. حاولت على قد ما اقدر ان انا فاصل عشان اعمل ميداليه لمصر، لان بجد كان نفسي اعمل ميداليه، فالحمد لله ربنا ما شاءش يعني كده. كل التوفيق لأبطالنا، وهؤلاء الأبطال واحدة منهم كانت اللاعبة رندا تاج الدين اللي حضراتكم شفتوها، واحدة من لاعبات أبطالنا في رفع الأثقال البارالمبي اللي قدروا ان هم يشرفونا في هذه الدورة البارالمبي. الحقيقة حديث كبير جدا، لما دائما بنتكلم عن الرياضات أو الألعاب الفردية أو الألعاب الشهيدة، ما بال حضراتكم دائما لما بنشارك كمان أو بنتكلم عن أبطالنا البارالمبيين. الحقيقة كل هذه الإنجازات وراها مجلس إدارة محترم ابتداء من الدكتورة حياة خطاب، وليها على طول نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الصديق العزيز والإعلامي أيضا الكبير، وأيضا هو عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة جلوس الدكتور إيهاب حسنين اللي هيكون معايا في هذه المداخلة الهاتفية، نطمن منه على بعثتنا وأيضا نبارك له. كابتن إيهاب برحب بحضرتك. ازيك صديقي العزيز محمد؟ طبعا أنا سعيد أن أنا بكلم حضرتك النهاردة، وانا متابع مكالماتك ومداخلاتك مع رندا وقبليها هاني ودكتور عمرو الحداد، ونقول ايه، هي دي الاون سبورت يعني. لا ده اكيد شرف لينا ان احنا نتابع هؤلاء الابطال، واكيد يعني واجبنا ان احنا ندعم دائما كل الرياضيين المصريين، وفي الهدف في الاخر ان احنا اكيد تعلو رايه مصر اكيد خفاقه في كل المحافل الدوليه. عايز اطمن من حضرتك اكيد على بعثتنا المصريه، نتكلم بشكل عام ورضا حضرتك والدكتوره حياه خطاب وجميع اعضاء مجلس الاداره عن الانجازات اللي حققت حتى هذه اللحظه. هو النهارده كان يوم ختامه سعيد جدا، وطبعا انا عايز اقول معلومة ان محمد الزيات كان في قصة او في كواليس عشان ياخد الميدالية. لما اتصاب محمد الزيات جم المباراة اللي هو قبل النهائي، فقالك لازم يروح الدكتور، فالدكتور هاجد خده وراح على اساس يروح يوديه المستشفى. فهما ماشيين في الطريق لقيتهم بيتصلوا بينا، فين الزيات؟ ليه ماله زنقة؟ رايح المستشفى. لازم يرجع ضروري، لو ما رجعش اثناء المباراه اللي هو بتاع النهائي، هو نور الراجل متصاب، قالوا له لا، البروتوكول بيقول ان لازم على الاقل يجي ويحضر المباراه النهائيه مع البرازيلي، يا اما هتسحب الميداليه. تخيل حضرتك كمان قعدنا احنا انا والدكاتره والدكتور عمرو حداد والبعثه كلها بنترقب عشان الوقت اللي يرجع فيه بطلنا محمد الزيات، وفعلا بطلنا بيه. ارجع يا محمد في خلال ثلث ساعة، لأن المباراة هتبدأ بعد نص ساعة. كانت قصة، تخيل بقى حضرتك بعد الفرحة كله ماسك أي حد إيده على قلبه، الميدالية دي هتروح ولا ما تروحش؟ كان ضغط كبير عليكم يعني، خايفين. رجع اللي قال لك ده البروتوكول بقى كده، لازم يتواجد. طب الراجل افرض تعبان وراح المستشفى، لا لازم يتواجد. حتى لو يجي ياخدوه يخش يحضر الماتش لو على عكاز. وفعلا جه، وطبعا ما لعبش طبعا المباراه النهائيه، بس تواجد وعشان البرازيل ياخد المركز الاول، واحنا خدنا المركز الثاني، والحمد لله دي كانت ميداليه، بس من اصعب الميداليات. انا بهني فيها اتحاد التاكوندو، الدكتور الكابتن العالمي عمرو سليم، والاستاذ ايهاب، والاستاذه الحاج سلطان، وكافه اعضاء ولجان البارا تايكوندو، حتى السباقين الدكتوره سحر والدكتوره رشا البربري، كل الموجودين دول اللي ساهموا في اللاعب، وايضا اللاعب الجهاز الفني الكابتن محمود عبد الجواد والكابتن هاني محمود المديرين الفنيين، وايضا لاعب او مدربه السابق اللي هو الراجل محمد زياد من ديربي نجم. فلازم نشكر ايضا مدربه مدرب ديربي نجم اللي وصل المنتخب، اعتقد اسمه خالد او حاجه زي كده، افتكر كابتن خالد. فلازم ندي كل واحد حقه. ده اكيد. النهارده ايضا الفرحه الثانيه كانت الطايره، فريق الكره الطايره كان بيلعب مع منتخب المانيا، والحمد لله منتخبنا فاز وحصل على المركز الخامس في مباراه ماراثونيه انتهت 3-2. والحمد لله اللاعبين يعني ان شاء الله يعني عملوا مجهود جيد جدا، وكده يعتبر الفريق الجماعي اللي معانا وصل الكره الطائره، حصلت على المركز الخامس في دوري طوكيو. ده النهارده الخبرين
الاحداث الجديده. وان شاء الله بكره ان شاء الله بكره اللاعبه لعيبه التايكوندو هتكون موجوده هتلعب الساعه 10 بتوقيتنا يعني الساعه 3 الفجر بتوقيتكم سلمى. وان شاء الله نتمنى برضو ميدالية. ومحمد كمال في القرص هيلعب برضو الساعه 11 وعندنا كابتن يوسف في السباحه. فبكره طبعا الاعضاء البعثة كلها كل واحد هيروح ملعب ويشجع ان نظرا لتقارب الزمن الاحداث بتاع بكره بالذات يعني. بالتاكيد انا ما ينفعش حضرتك تبقى معايا في هذه المداخله الهاتفيه وحضرتك واحد من نجوم لعبه كره الطائره جلوس، وطبعا بعد كده حضرتك تسلسلت يمكن في كل الوظائف اللي موجوده والداعمه للعبه الكره الطائره جلوس، واخرها حضرتك دلوقتي موجود كاحد اعضاء مجلس اداره هذه اللعبه في اللجان البارالمبيه. عايز اتكلم مع حضرتك عن رضاك عن المستوى الفني، مش عايزين نروح شويه او نتكلم على المراكز لان في الاخر يعني كلاعب بقى حضرتك تواجدت قبل كده تحت الشبكه واكيد عاصرت هذه الأجواء، شايف المستوى الفني للدورة البارالمبية بشكل عام إزاي وأخيرا مستوى منتخبنا الوطني في هذه اللعبة؟ هو أولا المستوى مرضي بس النتيجة إحنا كنا نتمنى أكتر من كده إن إحنا كنا واخدين ميدالية فضية ميدالية برونزية في ريو، فكنا نتمنى إن إحنا نحافظ عليها. لكن أكيد هتبقى في بعض السلبيات وبعض الإيجابيات، لكن في الآخر هي وصلت نتيجة معينة ان احنا حصلنا على الخامس. احنا ان شاء الله بعد ما نرجع كاعضاء مجلس اداره هنحاول نبحث في اسباب تراجع المستوى. هل الفرق الاخرى مستواها زاد؟ هل احنا ما عملناش حاجه؟ لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الوزاره او اللجنه البارالمبيه او الوزاره او الاتحاد لم يدخر اي جهد على توفير اي معسكر اذا كان خارجي او داخلي لكره الطائره. ممكن لاعب او اثنين ما يكونش موفق، حضرتك عارف ان اللعبه الجماعيه دي بالذات مجموعه عناصر اكيد اختلاف في انماط اللاعبين، فممكن يبقى لاعب الفرقه كويسه ممكن لاعب واحد يفيد الكوره مش موفق فيها يطلع انسان خارج الملعب يلمس بلوك. يعني ده الفرق بين اللعبه الفرديه واللعبه الجماعيه. اللعبه الفرديه حضرتك عارف انت بمجهودك تعبت هتقدر تجيب نتيجه. اللعبه الجماعيه بقى دي لو ما كانش الفريق كله نفس المستوى طبعا مفيش حد بيبقى نفس المستوى لان طبعا اختلاف الانماط كل لاعب عن الاخر. لكن ان شاء الله يعني احنا عندنا بطوله عالم في شهر 12 القادم، وانا هنا واحنا في دوره طوكيو كنا بنتكلم مع اعضاء الاتحاد الدولي والدول بنخسفها ان هي تيجي تحضر، والحمد لله لغايه دلوقتي في عدد من الفرق هتيجي تحضر البطولة العالم ان شاء الله اللي في مصر كان رجال او سيدات خلال فتره من 10 الى 15 ديسمبر القادم. يعني ان شاء الله اول ما هنرجع هنحاول نشوف معسكر عشان الفرقه تستعد لبطوله العالم خصوصا ده رجال وسيدات في الكره الطائره وهتقام في استاد القاهره ان شاء الله. طيب هل يا كابتن ايهاب بداتوا ان انتوا ايضا تعدوا عمليه الجيل الثاني في لعبه الكره الطائره؟ اكيد الحديث يعني انا اتكلمت في هذه الحلقه عن البعثه بشكل عام، ولكن اتكلم مع حضرتك عن الكره الطائره، ازاي بتبداوا ان انتوا تعدوا لاعبين عشان يستلموا الرايه من هذا الجيل؟ ملحوظه في محلها كابتن محمد او استاذ محمد ان معظم الاعمار في كل المنتخبات احنا عندنا بدأت تزيد وفي خطة إن شاء الله إن شاء الله هنطبقها. لكن المشكلة في اللعبة الجماعية ما تقدرش تعمل إحلال مرة واحدة. لازم ستيب باي ستيب، يكون لاعب ناشئ وجنبيه واحد ذو خبرة. وعندنا كرة الطائرة بالذات يعني ممكن الأعمار تتعدي ال 40 وال 45. ليه؟ لأن المجهود بتاعها أنت خلاص حفظت الملعب، فهي كلها بتبقى انت عندك تحرك. هي القصه بقى في الاصابات، ممكن يكون عندك لاعب اثنين ثلاثه اتصابوا فتلاقي معدل ادائه هو ده نظرا لسنه فهو ده اللي اثرت. لكن كل ما اللاعب بيكبر على الاقل خلاص هو حافظ الملعب، عرف مقاساته، وهم الست لاعبين قاعدين في الملعب كل واحد لو فرد ايده ضموا الملعب، فهي كلها احساس. ولكن طبعا لازم يبقى في احلال وتبديل لبعض اللاعبين الكبار اللي هم غير موفقين.
بالتأكيد. أخيرا قبل ما أختم مع حضرتك، أنا شفت حضرتك في حفل الافتتاح وكان في سعادة كبيرة جدا بالأجواء والظروف اللي موجودة في طوكيو 2020 كلها، إيه اللي حضرتك لمسته في هذه الدورة مختلفة بغض النظر عن الظروف الصحية؟ هنشيل كوفيد 19 على جنب كده ونبعده عن حياتنا إن شاء الله في الفترة القادمة، ولكن الأجواء الرياضية واستعداد طوكيو، هل حضرتك لمست ما هو جديد في الدورات الأولمبية أو البارالمبية ولا لا؟ بأمانة دلوقتي بدأ بيكتبوا أسامي أو أسماء البعثة اللي داخلة، بيكتبوها على محيط الاستاد. يعني تلاقي مثلا بعثة مصر داخلة، بدأ مثلا بهشام وفاطمة عمر، يروح مكتوب هشام فاطمة عمر، معرفش حافظين الأسامي طبعا، هو الأسامي كلها موجودة لكن بالتسلسل. هو ده اليابان، يعني ده الجديد. خلص منتخب مصر يخش مثلا منتخب كذا، تلاقي الاسامي تحته اسماء البعثه كلها داير الاستاد على ملعب الاستاد. يعني حتى انا كنت بشتغل لايف فلقيت القصه فلفتت نظري فقلتها. يعني دي حاجه اللي عايز حاجه اقول حاجه. اتفضل. دكتور اشرف صبحي على طول اتصال دائم، انا بشكره بامانه. معالي السفير ايمن كامل على طول، اذا كان هو او القنصل عمرو الباز بيتواجدوا على طول معانا. يعني النهارده كانوا موجودين معانا، امس سياده السفير كان في العاب القوى، النهارده عمرو الباز كان في التايكوندو. يعني الاثنين مقسمين بعض، او هو ساعات هم الاثنين بيكونوا موجودين في الالعاب المصريه البطولات. اكيد احنا بنشكرهم ايضا وبضم صوتي لحضرتك وبشكرك ايضا، وريت حضرتك تشكر لنا جميع افراد البعثه وتاكد لهم ان احنا دائما وراهم وراء اي انجاز، وان شاء الله بنتمنى ليكم كل التوفيق. كان معنا في هذه المداخله الهاتفيه الكابتن ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنه البارالمبيه والبعثه المصريه المشاركه في هذه الدوره البارالمبيه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل حديثنا مع حضراتكم، فابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورت. تحياتي مشاهدينا، لسه مستمرين مع حضراتكم والحديث عن هذه الدورة البارالمبية طوكيو 2020، وحديثنا هنرجع نتكلم تاني عن البعثات العربية، وحديثنا دلوقتي هيكون عن البعثة المغربية والعداء المغربي محمد أمكون اللي توج بالميدالية الفضية في منافسات سباق 400 متر، وده ضمن فعاليات هذه الدورة البارالمبية الصيفية، وجاء ذلك بعد ما قدر أنه يحتل المركز الثاني في السباق محققا زمن قدره 47 ثانية فاصلة أجزاء 70 من الثانية، والميدالية دي هي تعتبر الميدالية الخامسة في ميداليات المغرب في بارالمبياد طوكيو. قبل كده كان فاز عبد السلام حيلي بذهبات منافسات 400 متر، وتوجت أيضا سعيدة عمودي ببرونزية رمي الجلة، ويسرى كريم بفضية منافسات رمي القرص، وحياة الجارة ببرونزية منافسات رمي القرص. البعثة المغربية كان بتشارك زي ما حضراتكم عارفين في هذه الدورة البارالمبية ب 36 رياضي بواقع 23 لاعب و13 لاعبة، ده في رياضات ألعاب القوى والدرجات وكرة القدم وأيضا رفع الأثقال والبارا تايكوندو واخيرا التنس الارضي. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله قبل ختام الدوره البارالمبيه. خليني قبل الختام القي نظره مع حضراتكم على الوضع الحالي لجدول الميداليات والدول المتصدره زي ما حضراتكم في الشاشه. الصين ب 77 ميداليه ذهبيه، مجموع الميداليات 167 ميدالية زي ما حضراتكم شايفين، 46 فضية و44 برونزية و77 ذهبية. بريطانيا في المركز الثاني بمجموع ميداليات 96 ميدالية، 34 ذهب 27 فضة 35 برونز. اللجنة البارالمبية الروسية في المركز الثالث 97 ميدالية، مجموع ميدالياتهم 32 ذهبية 23 فضية و42 ميدالية برونزية. أمريكا في المركز الرابع برصيد 80 ميدالية، أوكرانيا في المركز الخامس 84 ميدالية، ده المجموع طبعا زي ما حضراتكم شايفين، والتفنيطة كميداليات ذهبية وفضية وبرونزية موضحة أمام حضراتكم في الشاشة. البرازيل في المركز السادس 54 ميدالية، هولندا في المركز السابع برصيد 41 ميدالية، ولكن هنا هقف على فارق الميداليات ما بين هولندا واستراليا. زي ما حضراتكم شايفين هولندا قد تكون اقل في مجموع الميداليات 41 ميداليه عن استراليا اللي حققت 65 ميداليه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الميداليات الذهبيه لها ثقلها وايضا الميداليات الفضيه، فبالتالي هولندا متفوقه في الترتيب على استراليا. ايطاليا في المركز التاسع واذربيجان في المركز العاشر، دول التوب 10 او العشر دول المتقدمه في تصنيف الميداليات. اما ترتيب الدول العربيه خليني اقولها لحضراتكم، تونس بتتصدر ترتيب الدول العربيه برصيد 3 ميداليات ذهبيه واربع فضيات وميداليتين برونز. الجزائر في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات واثنين فضه واربعه برونز. الاردن في المركز الثالث برصيد 3 ذهبيات وبرونزيه
واحدة، في المركز الرابع بتأتي الدولة أو المملكة المغربية برصيد ذهبية واحدة واثنين فضة واثنين برونز، مصر أو جمهورية مصر العربية في المركز الخامس برصيد خمس فضيات واثنين برونز بإجمالي سبع ميداليات حتى هذه اللحظة. بنأمل إن شاء الله في 48 ساعة القادمة ترتيبنا يتحسن وإن شاء الله مزيد من اللاعبين يقدروا إن هم يحققوا ميداليات. العراق في المركز السادس برصيد فضية واحدة وبرونزية واحدة، الكويت في المركز السابع برصيد أيضا فضية واحدة، المملكة العربية السعودية بتأتي في المركز الثامن برصيد برونزية واحدة، وأخيرا الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع برصيد برونزية واحدة. دي كده حصيلة البعثات العربية في هذه الدورة البارالمبية، الدورة الصيفية طوكيو 2020. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لبعثاتنا العربية، وكده نكون ختمنا وصلنا لختام هذه الحلقة من طوكيو 2020. إن شاء الله موعد يتجدد خلال الفترة القادمة وحتى ختام هذه الدورة البارالمبية. نشوفكم دائما على ألف خير.